هو بخصوص المسألة بتاعت التعدد، أنا شايف إن ايوه هي، ومش أنا شايف طبعا، الشرع بيقول إن ديت حاجة زي المية والأكل والشرب بالنسبة للراجل وبالنسبة للست. ربنا عز وجل لما خلق الرجل خلقه بقوة إنه يقدر إنه يكفي زوجة واثنين وثلاثة وأربعة. والحالة العامة بتاعت العالم كله والحروب والقتل وقلة الرجال اللي موجودة مخليين إن هو يقدر إن يكون يدخل تحت عصمته زوجة واثنين وثلاثة، إنه يعفهم وياخد باله منهم. يعني مثلا هضرب مثال بسيط، لو واحدة اتفضل. مثلا ثلاثينية، يعني عندها 30 سنة تقريبا، متجوزة، عندها طفل اتطلقت أو زوجها مات عنها، هل ديت مش من حقها ان هي تعيش زي بقيه كل الستات؟ هل هي ملهاش حقوق؟ هل هي مش محتاجه ان حد يخبط عليها علشان يعرف طب احتياجاتها؟ اقول لك الرد اللي الستات انا لسه بتقوله هجيب، انا لسه يا هجيب، استاذ انا لسه انس. هجيب. طب اتفضلي اتفضلي. دكتوره انا عايزه اتكلمك، اتفضل. اهلا وسهلا. اولا نحن نخطئ بين، يعني هذه المسألة تختلط في بعض النقاط يجب توضيحها. أولا المسألة هل يجب أن يكون التعدد له أسباب؟ هذا سؤال يعني عوام، لكن نحن يجب أن نفصل الموضوع منطقية دينية بمنطقية شرعية. الآن هل التعدد فرض؟ لا. سنة؟ هو مش ده اللي بيتكلم لحظة فيه. أختي الكريمة، أيوه أختي الكريمة، هل فرض؟ لا. هل لكن سنة؟ الأصل في الإباحة يا أستاذتي أعطني فرصتي لأتكلم. تمام، هذا يعني ما أنا سأقول، بس توضيح هو شوية، رخصة. هقول لحضرتك نقطة بخصوص الفرض أو كده. النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ربنا أنا عز وجل بيقول سمعتك لك إيه؟ وفقط وما أخي الكريم. آتاكم الرسول فخذوه. النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج واحدة ميت عنها زوجها وما إلى ذلك علشان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. طب ماشي، تمام. هو البعض بيقول طب محمد الرجل لم يتزوج فرضا إلا السيدة خديجة، ولكن محمد الرسول تزوج باقي زوجاته عشان يدي مثال، أو زي ما بنقول طيب كده يا اخوانا، المجتمع ده شرع يتم كفالته. علشان ده تشريع، علشان البعض يقول بيقول منين جبت إن يجوز عدد النساء أكتر من عدد الرجال، أما الإحصائيات العالمية بتقول إن عدد النساء يفوق عدد الرجال بأرقام ضخمة جدا، ان هذكرها لحضرتك بعد ما نخلص التليفون. الان يجب ان نعرف، طب بس خليني اسمعه وارجع لك مره تانية. يعني زي ما قلت من حاجه بسيطه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج واحده واثنين وثلاثه وما الى ذلك، ده تشريع لينا، مش عشان احنا نروح نتجوز تسعه. لكن في ناس عندها مقدره، والمقدره مش شرط تكون مقدره ماديه، ومش شرط تكون مقدره بدنيه، ومش شرط تكون في الحاجات دي ضوابط ما نقدرش نتكلم فيها. لكن المجمل بتاع الموضوع ان الـ الـ الانسان لما بي بي بيفكر انه يعف حد او بيتجوز حد او يشوف واحده او ياخد باله من مصالحها او من بيتها او من كده، دوت ربنا عز وجل اللي امرنا بيه. القصه مش ان لا اصل واحده يبقى ليها ضره، هنفرض ان احنا مثلا 300,000 بني ادم راجل يعني، و900,000 ست. ال 300,000 راجل لو اتجوز 300,000 ست زيهم، ال 600,000 ست التانيين هيروحوا فين؟ اللهم اننا بنشوف الفيسبوك، بنشوف الواتساب، بنشوف برامج التيك توك، بنشوف مش عارف ايه، وحدث ولا حرج. لو النساء ديت لقت حد يعفها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة ليه؟ انه يقدر يصرف، يقدر ينفق، يقدر يعفها من جميع النواحي اللي طيب. طب هو مش نص عليها. هو دلوقتي مش احنا وصلنا ان في المجتمع المصري حالات طلاق كتيره جدا موجوده بتحصل، تقريبا احنا بنتكلم ان في كل دقيقتين ونص في مصر بقت حاله طلاق. حاله الطلاق دي بتبقى لست والراجل، معنى كده ان في جزء من الرجاله مش قادرين يحافظوا على بيت واحد، احنا بنتكلم على بيت واحد، هل ساعتها نقول مثلا اصل مباح متاح لكل الرجاله انها تعدد؟ هقول لحضرتك حاجه، اختلاط الحابل بالنابل زي ما بيقولوا، وبعد النفع عن الدين، هو اللي بيولد الطلاق. يعني لما تكون الست طالعه بتشتغل وفي كم واحده راكبه الاتوبيس ومليون راجل زيهم، وتتعصر عفوا الست زي الليمونه في ايد البني ادمين، حرام، غلط. لو الستات التزمت بيوتهم والرجاله انفقت عليهم، والستات ادت مساحه للرجال ان هم يقوموا بواجباتهم كرجال، والستات انتصرتهم في بيوتهم، الموضوع مختلف تماما. لكن اصبح ان النساء بيشاركوا الرجال في كل شيء. طب انا عايز أصبح اسال إن حضرتك، حضرتك قلت لي، حضرتك قلت خلاص انت خلاص بتتكلم على اتفضل. مشاكل انتشرت في المجتمع بسبب رفض التعدد والنظر ليه بنظره غير مقبوله. طب انا عايز اسال حضرتك، حضرتك معدد ومعاك ما شاء الله متزوج ثلاثه صح؟ لا اثنين يا فندم. اثنين، ربنا يبارك. ما بيحصلش مشاحنات؟ الحياه مثاليه؟ الحياه مريحه بالنسبه لك؟ والله حقيقه اقول لحضرتك، بامانه شديده جدا، والله اقول لحضرتك ما فيش حياه بدون مشاكل.
لكن المشاكل الراجل يقدر يحتوي المشاكل ديت والست تقدر تحتوي المشاكل ديت. وفي نقطه يعني الاثنين اصلا اصدقاء وكانوا بيروحوا ويجوا مع بعض ويتكلموا مع بعض وما الى ذلك الى فتره معينه طبعا. لغايه فتره معينه وبعدين خلاص بيبقوا فعلا ضراير. النقطه المهمه في بقول لحضرتك النقطه المهمه في دوت ان الراجل يقدر يحتوي الست وفي نفس الوقت الست تبقى مخدرة تعب الراجل علشانها واحتوائه ليها وما الى ذلك. طيب بتفكر في الجواز الثالث؟ والله لو لقيت حاجه مناسبه ان شاء الله مش هتاخر ابدا يعني. حاجه مناسبه حاجه كده مناسبه مش مهم بقى اي حاجه المهم ان حاجه مناسبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ابتغوا الرزق بالنكاح. يعني الواحد لما يتزوج ربنا هيكرمه هيقدر انه ينفق على دي ودي، لكن طول ما احنا بنفكر ان انا هدفع ايجار قد كده وانا مرتبي قد كده وهيجي لي قد كده ده غلط. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ انس، شرفتنا باتصالك.